السيدات والسادة، أهلا بكم في حلقة جديدة من نبض البلد. تتأثر المملكة غدا الخميس بمنخفض جوي، حيث من المتوقع أن يرافق هذا المنخفض تساقط للثلوج في المرتفعات الجبلية العالية. للاطلاع أكثر على الحالة الجوية المتوقعة ينضم إلينا مباشرة المتنبئ الجوي أسامة الطريفي من طقس العرب. زميلنا أسامة، مساء الخير. بداية تضعنا بصورة الحالة الجوية المتوقعة في المملكة غدا بالتفصيل، إن تكرمت. نعم، يعني مساء الخير لك محمد، مساء الخير لجميع المشاهدين الكرام. يعني كما نشاهد من هذه الرسمة هناك يعني اندفاع لرياح باردة نحو المنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط، ستعمل على تشكل منخفض جوي صباح الغد وفجر الغد يتمركز قبالة السواحل الفلسطينية. هذا المنخفض الجوي سيبدأ بالتأثير بشكل تدريجي على المملكة، بدءا من المنطقة الشمالية ثم الوسطى ثم الجنوبية ثم الشرقية. تأثير هذا المنخفض الجوي سيكون على شكل أمطار غزيرة في عموم مناطق المملكة، وأيضا على شكل تساقط ثلوج فوق المرتفعات الجبلية اللي بتزيد عن 900 إلى 1000 متر اعتبارا من فجر وصباح الخميس، وتستمر هذه الهطولات الثلجية والمطرية حتى مساء الخميس. مع ساعات المساء الخميس يندفع ويتحرك هذا المنخفض الجوي بعيدا عن المملكة، مما سيعمل على استقرار تدريجي بالحالة الجوية وتراجع في الفاعلية الجوية ليلة الخميس الجمعة، أيضا مما سيعمل على يعني تشكل الجليد والانجماد نظرا لانخفاض درجات الحرارة بشكل كبير خلال ساعات ليلة الخميس الجمعة. طبعا يعني لو تسمحوا لي بالانتقال لكمية توزيع الأمطار والهطولات ليوم الغد، نلاحظ أن كافة مناطق المملكة ستشهد هطولات يوم الغد سواء كانت مطرية أو ثلجية بناء على الارتفاع. ربما الجزء الأكبر من الهطولات يعني في الشريط الغربي من المملكة في محافظات إربد وجرش وعجلون والعاصمة عمان وأجزاء من المنطقة الجنوبية. نعم، بالانتقال لخريطة توقعات تساقط الثلوج، نرى أن الثلوج يعني ستكون إن شاء الله شاملة معظم المرتفعات الجبلية العالية في كامل محافظات المملكة. المرتفعات الجبلية العالية في جرش وعجلون والمفرق، في العاصمة عمان والبلقاء، الكرك والطفيلة ومعان وأجزاء من شرق المملكة. أيضا أود التنبيه أن منطقة رأس النقب غدا معرضة ربما لأن تشهد تساقط ثلجي كثيف مع ساعات عصر ومساء يوم الخميس، وهذا الأمر يجب أن ننتبه له بشكل أكثر إن شاء الله تعالى. طبعا أيضا هناك يعني توقعات تفصيلية للحال الجوي بشكل أكثر. كما ذكرنا غدا فجرا يبدأ بشكل تدريجي تساقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية اللي بتزيد عن 1000 متر، بشكل تدريجي تساقط الثلج مع مرورا بساعات الصباح والظهر. تصبح الهطولات الثلجية قوية نوعا ما في بعض المناطق الشمالية والوسطى وتنتقل إلى المنطقة الجنوبية. نتحدث عن ثلوج خلال ساعات الصباح والظهر وحتى خلال ساعات المساء الأولى. قد تكون الثلوج كما ذكرنا خلال ساعات المساء تتركز في المنطقة الجنوبية. منطقة رأس النقب قد تشهد كما ذكرنا سابقا تساقط يعني ثلجي قد يكون قوي أو كثيف أحيانا. تتراجع الفاعلية الجوية مع ساعات الليل وتنحسر الهطولات الثلجية ويتشكل الانجماد والجليد. أسامة، عشان نكون أكثر وضوحا اسمح لي، لما نحكي ارتفاعات عالية على المرتفعات الجبلية عن أي مرتفعات بنتحدث إذا حكينا تفصيلا بدنا نوضحها أكثر؟ ومتى تبدأ الفعالية الجوية على العاصمة عمان تحديدا؟ نعم، يعني لما نحكي عن مناطق 1000 متر تشمل في المنطقة الشمالية مرتفعات جرش وعجلون مثل ثغرة عصفور، القاعدة، رأس منيف. هذه مناطق جميعها استشهد تساقط ثلوج. في العاصمة عمان المناطق اللي فوق 1000 متر بنحكي عن جبيهة، تلال علي، الجامعة الأردنية، أبو نصير، دابوق. هذه المناطق جميعها أيضا فوق 1000 متر. لما نحكي عن 900 متر وأكثر بنحكي كل غرب العاصمة عمان وأجزاء من شرق العاصمة عمان. 1000 متر بنحكي أيضا في محافظات الكرك، أجزاء واسعة من محافظة الكرك والطفيلة ومعان. نحكي عن منطقة الشراء، مرتفعات مؤتة. هذه مناطق جميعها فوق 1000 متر. بالنسبة للجزء الثاني من السؤال وهي متى سيبدأ هطول الثلوج في العاصمة عمان، متوقعين مع ساعات الفجر بعد الساعة 5-6 يبدأ تساقط الثلوج في المناطق اللي بتزيد عن 1000 متر، لكن يشتد تساقط الثلوج ربما ينتظم بشكل أكبر ويصبح بشكل أوسع مع ساعات الصباح الباكر. نحكي عن الساعة يعني ما بعد 9 و10 صباحا. طيب، التساقط المستمر للثلوج ينتهي متى تقديريا؟ يعني غدا نتحدث عن يوم دوام رسمي. نعم. فمتى نتوقع أن تنتهي فعالية المنخفض الجوي في العاصمة عمان وفي المحافظات الشمالية، ومتى ينتهي في المناطق الجنوبية؟ نعم. بالنسبة للمنطقة الشمالية والوسطى بحب أذكر معلومة أنه في بعض الأوقات غدا نهارا قد نتعرض لتساقط ثلج يوصف بأنه قوي أحيانا في العاصمة عمان أيضا، يعني خلال ساعات الصباح وخلال ساعات الظهيرة قد نتعرض لتساقط ثلجي غزير أحيانا في العاصمة عمان، مما سيعمل أيضا على حدوث تراكمات وربما بعض الإغلاقات في طرق العاصمة عمان. بالنسبة للعاصمة عمان والمنطقة الشمالية من ساعات الفجر سيبدأ التساقط الثلجي ويستمر حتى ساعات العصر والمساء الأولى. بعد ساعات المساء الأولى بنحكي بعد الساعة 6 7 المساء راح تصير الهطولات نوعا ما متقطعة وتضعف الفاعلية الجوية. المناطق الجنوبية عموما راح تبدأ فيها الفاعلية بعد ساعات الظهر تقريبا وتستمر حتى ساعات منتصف الليل، مع التذكير أن أجزاء من المنطقة الجنوبية ومنطقة رأس النقب ستشهد تساقط ثلجي قوي أحيانا خلال ساعات عصر ومساء يوم الخميس. طيب أسامة، سؤال أخير، نتحدث هذا كل ما تحدثنا عنه هو يوم غد الخميس حتى ساعات المساء حتى منتصف الليل، مناطق المملكة تشهد تساقط للثلوج تحديدا المناطق الجنوبية منتصف الليل. يوم الجمعة كيف ستكون الحالة الجوية المتوقعة في المملكة؟ نعم، الجمعة يعني المنخفض الجوي راح يكون ابتعد عن أجواء المملكة، لكن هذا الأمر راح يفرض أنه طقس شديد البرودة صباحا، أجواء جليدية راح تكون، يعني ممكن السير على الطرقات راح يكون نوعا ما صعب خلال ساعات الصباح الباكر من يوم الجمعة نظرا لتشكل الجليد والأجواء الباردة جدا وانخفاض الحرارة لما دون الصفر المئوي. خلال نهار الجمعة راح تكون أجواء بشكل عام يعني متقلب ما بين غائمة جزئي إلى مشمسة نوعا ما، لكن مع بقائها باردة جدا. مرة أخرى ليلة الجمعة السبت في المناطق اللي راح يظل فيها بقايا ثلوج وراح تشهد يعني ربما تشكل انجماد وجليد كمان مرة في هاي المناطق ليلة الجمعة السبت. لكن بشكل عام الجمعة لا نتحدث عن هطولات ثلجية، نتحدث عن انحسار تام للمنخفض الجوي. نهارا هناك أجواء جليدية وانزلاقات على الطرقات، نحذر من هذا الأمر، وأيضا خلال ساعات الليل المتأخرة من ليلة الجمعة السبت نفس الأمر سيتكرر. طيب اعذرني كمان سؤال أسامة، لما نحكي عن تراكمات للثلوج بنتوقع قديش كم قديش التراكم راح يكون تقديريا إذا ما صح التعبير في الشمال الوسط والجنوب؟ نعم نعم، يعني ممكن أستاذ محمد يعني زي ما بيعرف الجميع عملية تراكم الثلوج تحتاج إلى استمرار في هطول الثلوج. إذا كان في عندنا هطول ثلجي مستمر هذا الأمر بنتج عنه تراكم ثلجي. غدا متوقعين طبعا والعلم دائما عند الله أن يكون من ساعات الفجر أو الصباح الباكر هناك استمرار لعدة ساعات في هطول الثلوج المتواصلة. برجع بكرر هذه الثلوج قد تكون من حيث الغزارة غزيرة أحيانا وكثيفة أحيانا حتى في العاصمة عمان، مما سيعمل يعني حقيقة على حدوث تراكمات بما فيها في أجزاء من العاصمة عمان. نتحدث عن تراكمات ربما في المناطق التي ترتفع عن 1000 متر في شمال ووسط المملكة من 10 إلى 15 سنتي بحسب كل منطقة. مناطق اللي ما دون يعني 1000 متر، مناطق 900 إلى 1000 متر نتحدث عن 5 إلى 7 سنتي. طبعا يعني هذه كميات ثلج تعمل بالعادة على حدوث إغلاقات في بعض الطرق، إغلاقات مؤقتة في بعض الطرق، لكن كمان يعني كما ذكرت سابقا عبر نشرات رؤيا السابقة أنه كمناطق 1000 متر ستشهد تميز في تساقط الثلج والتراكم الثلج عن بقية المناطق. يعني راح نشوف بكرة فرق واضح في مناطق 1000 متر من حيث التراكم ومناطق اللي ما دون 1000 متر. أنا بدي أشكرك كل الشكر المتنبأ الجوي أسامة الطريفي، كنت معنا مباشرة من موقع طقس العرب، وبدي أرحب مباشرة بالعميد الدكتور فريد الشرع مدير الإعلام والتثقيف الوقائي ناطق إعلامي في المديرية العامة للدفاع المدني. دكتور فريد مساء الخير. بداية مساء الخيرات أخي محمد، مساء الخير لكل المشاهدين الكرام. فريد بيك، يعني كما سمعت وكنت معنا تستمع إلى تنبؤات طقس العرب للحالة الجوية المتوقعة يوم غد الخميس، الاستعدادات والنصائح للأخوة المواطنين. شكرا مرة ثانية أخي محمد. حقيقة يا سيدي ما سمعناه من الأخ أسامة وسمعناه قبل قليل أيضا في مواقع أخرى من خلال الأرصاد الجوية، الجميع يعني تحدث عن منخفض جوي، لكن إذا ما أخذنا بعين الاعتبار كتقديرنا وتقييمنا وتجاربنا كدفاع مدني احنا ممكن نصنفه من أنه إلى درجة ما متوسط الفعالية بالنسبة للثلوج، ومع ذلك سيدي أخذنا احتياطاتنا الكاملة سواء في الدفاع المدني، وأعتقد يعني أتحدث عن إخواننا في الأجهزة الأخرى الكل غرف عمليات الآن فاعلة ومنتظمة ومناوبين فيها، آليات معدات جاهزية. هذه كما تعودنا أخي محمد لا نتحدث عنها كثير لأنه الأصل نحن كأجهزة طوارئ أنه هذه الجاهزية هي تكون بأعلى حالاتها. وبحمد الله أطمئنك أخي محمد ومن خلالك أطمئن كل المشاهدين أنه لا توجد أي حادثة من صباح اليوم مرتبطة ارتباط مباشر بالأحوال الجوية. حوادث عرضية هنا وهناك في محافظات الجنوب، ظهر اليوم صار بعض تساقط الثلوج، انزلاقات، انحرافات لبعض الآليات، لكن لا توجد أي إصابة جراء هذه الأمور. بشكل عام أخي محمد، احنا نتحدث عن صباح الغد، والكل أجمع أنه ساعات الصباح التي ستشهد يعني تساقط للثلوج قد يكون في تراكمات بعدة سنتيمترات. هذا الخطر هون بعينه سيدي، احنا عندما يكون الثلوج أكثر من 10 أو 15 سنتي مش كثير بنخاف منه يعني بالعامية، بقدر ما بنخاف من ونحسب حساب للثلوج اللي هي بارتفاعات بسيطة 3 أو 4 أو 5 سنتي، لأنه الانزلاقات عليها وخاصة في حالات السرعة أو التتابع القريب للمركبات بتكون خطرة. من هون سيدي برجع لبداية سؤالك وبقول إنه لابد أن نكون أكثر حذرا خلال هذه الليلة، صباح غد، يوم غد. أيضا يعني سمعنا عن إخواننا في وزارة التربية مشكورين استبقوا بالقرار إنه تفوضوا مدراء التربية والتعليم. تعلم أخي محمد خلال الشهرين الماضيين المنخفضات الجوية كان أبنائنا الطلبة في عطلة، لكن الآن في مدارس، بمعنى آخر إنه إحنا يعني هذه الشريحة المجتمعية اللي بتتحرك الصبح هي وأهلها والجميع يوصل للمدارس حذرين جدا، وإن شاء الله إخواننا في التربية والتعليم متابعين الحالة الجوية بالنسبة للتعطيل أو عدمه. أما بشكل عام أنا كدفاع مدني سيدي أنصح أي إنسان صباح غد إذا شاف في تراكم للثلوج مهما كانت النسب وشعر إنه في بالنسبة له يشكل خطر على حياته أو قد يتسبب بحادث، أنا بقول حياته بتهمنا أكثر بكثير من دوامه. لكن بشكل عام هذا الموضوع أكيد له قراراته ومرجعياته اللي بيقيموا بالتأكيد بالتواصل مع الأجهزة المختصة ومنها الدفاع المدني. أخي محمد ما يتعلق بالطريق الصحراوي رأس النقب، نعلم جميعا هو ضمن الخط الصحراوي والخط الحيوي الرئيسي من العقبة إلى العاصمة، وبالتالي إخواننا في الأمن العام كما علمنا هناك نقاط مهيئة فيما لو صار في تراكم للثلوج أن يكون نقاط غلق على التريلات والآليات الثقيلة والشاحنات حتى لا يكون مغامرة بالمرور من خلال هذا الطريق الحيوي. بشكل عام سيدي نستطيع أن نقول أنه الأمور طيبة جيدة، أجواء خيرة معطاها كما تحدث إخواننا في الأرصاد الجوية، الجاهزية بأفضل مستوياتها ليس فقط في الدفاع المدني إنما ضمن منظومة المجلس الأعلى للدفاع المدني وضمن منظومة الأمن الوطني، كله جاهز إن شاء الله سيدي، سيكون يعني لتلبية نداء المواطن على الهاتف اللي دائما نذكر فقط نؤكد عليه أصبح معلوم لكل المواطنين ولكل من يقيم على أرض المملكة الأردنية الهاشمية 911. لا تغامر، بنقول لك هنا المواطن أنك تطلع على أي حالة خاصة إذا كان حالة مرضية. آليات مجزرة موجودة 212 آلية مجزرة مجهزة معداتها وآلياتها، منها للإنقاذ ومنها للإطفاء ومنها للإسعاف المتخصص. فنتمنى على إخواننا أنهم ما يغامروا بالخروج في حال كان هناك تساقط للثلوج، وإذا دعت الحاجة لأي طلب إحنا جاهزين، وهذا شرف لنا وهذا واجبنا. أنا بدي أشكرك كل الشكر مدير إعلام وتثقيف الوقائي الناطق إعلامي في المديرية العامة للدفاع المدني العميد الدكتور فريد الشرع، كنت معنا عبر الهاتف. وذكر فقط أن حالة جوية ستمر على المملكة بإذن الله يوم غد، وهناك بإذن الله تساقط للثلوج على معظم المناطق، تحديدا ما يزيد منها عن 1000 متر و911 هو دائما الرقم الذي يمكن للمواطن أن يتواصل معه مع مختلف الأجهزة المعنية لتقديم أي مساعدة في حال وجود أي طارئ. فاصل ومن ثم نواصل القوة معنا.